وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تطلعنا رامي على تفاصيل المشهد لديك. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ مع انطلاق أول أيام فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك إفريقيا للتنمية وأيضا 49 لمحافظي هذه البنوك الممثلة للدول سواء الإقليمية أو غير الإقليمية. وجاءت الجلسة الافتتاحية اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض خلال هذه الجلسة فيلم تسجيلي تناول أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية من التلوث والتغير المناخي وأيضا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. ثم تلت هذه الجلسة جلسة أخرى مهمة ومائدة مستديرة على المستوى الرئاسي رفيع المستوى بمشاركة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تحدث أنه آن الأوان للاتحاد والتعاون وأيضا الحشد والتعبئة الخاصة بتمويل القطاع الخاص وأيضا التمويل المختلط نحو مواجهة الكثير من التحديات الإفريقية وأيضا النهوض بالقارة الإفريقية من خلال مواجهة العديد من الأزمات والمشكلات والتحديات، ومنها أيضا التلوث والتغير المناخي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة كافة البلدان الإفريقية في هذه الحلول. وأيضا خلال هذه الجلسات والموائد المستديرة التي تقام على هامش هذا الاجتماع السنوي، هناك أيضا عدد من الموائد المستديرة الخاصة بمنتدى إفريقيا للاستثمار، والتي تعمل على طرح الكثير من الفرص لجذب المستثمرين والتنمويين وكل من يهتم بالاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من الأكاديميين وأيضا من المصرفيين والكثير من خبراء الاقتصاد والمالية خاصة في هذا المجال. وإذا تحدثنا أيضا على هامش هذا الاجتماع، تم تخصيص وتحديد أيام السوق الخاصة بعرض الأفكار وفرص الاستثمار الخاصة بإفريقيا من 8 وحتى 10 من نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الاجتماع في هذا العام من مدينة شرم الشيخ من مصر تحت عنوان كبير وعريض، وهو حشد وتعبئة التمويل الخاص من أجل المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بإفريقيا. وأيضا تشارك مصر وتنظم في هذا الاجتماع العديد من الأحداث وأيضا المناسبات المهمة سواء في الحضور الجلسات أو من خلال التنظيم والمشاركة الكبيرة والفعالة. ونتحدث عن حدثين مهمين تشارك فيهم مصر، حدث خاص بتكنولوجيا المالية والدور الكبير في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأيضا إذا تحدثنا عن الحشد والتعبئة الخاصة بتمويل القطاع الخاص وأيضا الحشد والتعبئة الخاصة بالتمويل المختلط في الدول الناشئة. هذه من الأحداث المهمة التي تشارك فيها مصر وتنظمها خلال هذا الاجتماع السنوي المهم، والذي يأتي تحت عنوان كبير وعريض خاص بالحشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بإفريقيا، والذي يستمر من 22 وحتى 26 من مايو الجاري. هذه هي إطلالة على ما حدث خلال هذا اليوم الأول من أحداث وفعاليات، وإليكم الكلمة.